أفلام وصانع الأحذية مسرحية جديدة للأطفال تقدمها الشركة القطرية لحفلات الأطفال على مسرح الريان بسوق واقف. في إطار عملها الدؤوب تواصل الشركة القطرية لحفلات الأطفال تقديم الأعمال المسرحية الخاصة بالطفل، حيث قدمت على خشبة مسرح الريان بسوق واقف مسرحية الأقزام وصانع الأحذية التي تؤمنها فرقة لوليت بيت البريطانية والمستقرة بجنوب إفريقيا. تتميز هذه المسرحية بالحركية والتفاعلية مما من شأنه أن يخلق أجواء مرحة للأطفال الذين كانوا على موعد مع عرضين خاصين متتاليين يوميا مع عرض للعموم مساء. سيد محمد المالكي صاحب شركة القطرية لحفلات الأطفال، ماذا يمكن أن تقول لنا حول هذه المسرحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكر تلفزيون قطر اليوم على استضافتنا في مسرح الريان. بغينا نتكلم عن مسرحية الأقزام وصانع الأحذية، هي مسرحية لأول مرة تعرض في دولة قطر. مشارك فيها 5 أشخاص، طبعا الشركة اللي احنا متعاقدين معها شركة بريطانية هي مقرها في جنوب أفريقيا. لكن هذه المسرحية هي واحدة من مجموعة مسرحيات يعني تداولتم على عرضها. صحيح، احنا سوينا هذه بتكون 5 مسرحية، أول مسرحية سويناها بنوكيو، ثاني مسرحية ذات رداء الأحمر، وبعدها سوينا جولدولوكس وثلاث دبابة، وبعدها سندريلا، وبعدها هذه المسرحية. نعم، يعني هدفكم من وراء كل هذا يعني؟ والله هو هدف مش مادي، ولا هدفنا لسلمة سامي، نطمح أن نجذب عدد كثير من الأطفال، وفي نفس الوقت نحب نسوي أجواء حلوة للأطفال مع فكرة أن احنا حاطين بعد ما يخرج الطفل من المسرح نقدم لهم هدايا كتذكار من القطرية الحفلات لهم. يعني هل ستواصلون في هذا المنحة؟ والله احنا نعتبر هذه الحين 5 مسرحية نشتغل فيها مع هذه الفرقة، لان الفرقة هذه مثل ما قلت لك هي فرقة بريطانية بيرفكت بشغلها بأدائها، فرقة استعراضية غنائية، في اهداف توصل حق الطفل، رسالة نوصلها للطفل بخصوص او مسج نوصل للطفل عن هذه المسرحية وايش الاهداف اللي نبي نقولها مثلا. وهذه العروض سيستمتع بها فقط أطفال قطر أو ستجولون يعني بها؟ حطينا حق يعني مثلا حق أطفالنا في قطر والعرب المقيمين هنا والأجانب، عرفتي يعني ما تشمل حد، وفي نفس الوقت بعد في الوقت الحالي توجه الدولة أن نتعلم الطفل كيف يتكلم إنجليزي لغة ثانية يعني مثلا، ومنها بعض الأطفال بيستفيدون من هذه المسرحية. كذلك هي تعود حتى بالأولياء إلى عالم الطفولة يعني. أي نعم، لأن صراحة في هالوقت الطفل عندنا صار محتاج حق الترفيه أكثر يعني. حتى الولي يستمتع مع ابنه لما يأتي لمشاهدة المسرح. أكيد، مع هالإضاءة، مع هالمسرح، عرفتي كفاية أن المسرح يعني يتسع تقريبا 980 كرسي على الطاقم الموفرة لنا مسرح الريان، صراحة شيء ولا في الأحلام يعني، روعة. نعم، لاحظنا أيضا حضور العروض الموسيقية يعني في نفس الوقت عرض مسرحي لكن تتخلله بعض يعني اللقطات الغنائية. صحيح، في لقطات يعني مثلا استعراضية غنائية منها تخلي الطفل يعني مش قاعد مثلا يسمع واحد قاعد يتكلم ويحس بالملل، لا يحس مثلا يغير مثلا الممثلين يغنون يخلون الطفل يشاركهم معهم في الرقصات اللي التفاعل الطفل. نعم، ماذا يمكن أن نعرف أكثر عن هذه المسرحية وهذا التوجه يعني؟ والله إحنا بنخليها مفاجأة حق الناس، وممكن بعد عندك نوال مديرة العلاقات العامة بعد تكلم عن المسرحية، وعندنا بعد ماركو مدير الماركتينج عندنا هنا. مرحبا. Hello. Good evening. What about this show? About the show, our current show we are doing Elves in the Shoemaker. The company that is doing the show is from South Africa, which is based in Cape Town. Our goal is to for our company to promoting this is to promote and expose English to all schools, children and families across Doha. And then also we would like to expose the develop and the love of theatre and live stage shows
for all cultures across Doha. And then also we love to have to introduce to all the storytelling to children and the joy and laughter to all communities in Doha. Thank you. What about this show, Mr. Mark? Well, as my colleague said, we are having a great team from England, actually based at the moment in South Africa, and we are actually doing here a fantastic show as always. This time the Elves and the Shoemaker are making incredible story about some things we are having as a part of our life. So actually the shows we are doing is let's say boosting children fun, creativity, effort later on to have a more brighter future, and everybody, all of us, can enjoy. And also it's just some of the ways to be entertained, be amused, and get the message, which is most important. Actually this message is a message from reality in life. So we are all welcoming you to visit us, welcoming you to support us, to join us, and I hope it will be just one of the steps to our creativity tomorrow. Thank you so much. نعود إليك أخ محمد. ماذا يمكن أن نعرف عن سلسلة عروض هذه المسرحية؟ متى ستنطلقون في عرض هذه المسرحية؟ هي المسرحية بتنطلق إن شاء الله يوم الأربعاء تاريخ 26 ويوم الخميس تاريخ 27. بتكون عندنا خمس عروض في يومين. عندنا عرضين صباحيين بيكون واحد الساعة 9 صباحا والآخر الساعة 10:30 صباحا. ويوم الخميس عندنا الساعة 9 صباحا العرض الأول، الثاني العرض الثاني الساعة 10:30 صباحا، وحق عامة الناس الساعة 6 مساء إن شاء الله في نفس اليوم يوم الخميس. نعم. هل أنا نعرف العمل القادم؟ العمل القادم إن شاء الله بيكون علاء الدين، وهو بتكون من أحسن المسرحيات اللي بتقدمها هذه الشركة. وفي نفس الوقت بعد بالنسبة لي كان أفضل عرض مسرحي قدمته هذه الشركة اللي هو عرض سندريلا. أريد أن أسألك يعني كيف يتم اختيار هذه الأعمال، على أي أساس يعني؟ والله احنا ندور شيء الكلاسيك، عرفتي، الأشياء المسرحيات القصص القديمة، عرفتي، ونحب أن احنا نعرضها، لأن بيني وبينك يعني القصص اللي تصير في هالوقت الجديدة، عرفتي، الديجيتال ما ديجيتال وهالأشياء هذه ما يحبونها الأطفال، صار الأطفال يحنون على الأشياء القديمة، فاحنا قلنا نركز على العروض القصص القديمة اللي هي الكلاسيك. أنا شكرا جزيلا لك. شكرا.